الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل الثالث من القسم الرابع من الباب الثالث من الكتاب، وهذا يعتبر آخر قسم من الكتاب. والفصل الرابع يتكلم حول أنواع الكفر من المقالات والأفعال. معرفة الكفر هام جدا لمعرفة الإيمان، لأن الأشياء تعرف بنقيضها. يعني إذا أردت أن تعرف ما الإسلام، الإسلام تعرفه بمدارسة أحكام الإسلام. طيب ما الكفر؟ تحتاج تدرس ما هو الكفر. فالكفر هو كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام يبقى كفر. عشان كده كان زمان الوعاظ يجوا في المساجد في الأرياف وفي كل حتة يقول إيه: وبرئنا من كل قول وفعل يخالف دين الإسلام. اختفى هؤلاء الوعاظ، ما بقوش يقولوه في هذا العصر بتاعنا، علشان حكاية إيه؟ حوار الأديان وحوار الحضارات، الناس بقت تخاف تقول الكلام ده. لكن الواقع أن الكفر هو كل ما خالف الإسلام، ده الكفر. والكفر أنواع كثيرة وألوان شتى وطوائف كبيرة. منهم بعض الكفار يكونوا أتباع لبعض الأنبياء لأنهم كفروا ببعض الأنبياء وآمنوا ببعض فصاروا كفارا، ومنهم أيضا اتبعوا بعض الأنبياء ولكن وصفوا الله بغير صفته، فقالوا يولد أو أنه له صاحبة أو أنه يحل في الأجساد أو أن آمنوا بالتناسخ أو بغير ذلك، وتكلمنا على ذلك بالتفصيل يوم الخميس الماضي. اليوم نتكلم على أنواع جديدة من أنواع الكفر تكملة لهذا الفصل. فقال: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في بعد كده حاجة، واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، أؤمن بجميع الأنبياء، والله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم بعد ذلك يقرأ عليه أشياء تكفره، بالرغم أنه بيقول ده كله. لأن احنا ابتدينا أنواع الكفر الأول اللي بينكر، وبعدين بعد كده النوع الثاني اللي يعترف بوجود الإله ثم يصفه بغير صفته، ده نوع ثاني من الكفر. ونوع ثالث اللي يعترف بوجود الإله ويصفه بأوصافه لكن لا يعترف بوجود الأنبياء على الإطلاق ولا بعدم ضرورة وجود الأنبياء، فده كفر ثاني. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى نوع آخر من الكفر، والذي اعترف بالله وبوجود الأنبياء ولكنه لم يعترف ببعض الأنبياء، كفر ببعض، فهذا كفر أيضا. ثم بعد ذلك نأتي إلى نوع من الكفر آخر بعدما تدرج في إيمانه فصار مؤمنا بالله مؤمنا بجميع الرسل بما فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ عليه الكفر لنوع جديد يريد أن يبينه فيقول: ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه. لأن في بعض الطوائف قالت إن الأنبياء حق ولكن الكلام اللي جابوه ده من عند الله ده كلام ليس على حقيقته، ده كلام بس كده علشان يخوفوا الناس ويصلحوا حالهم في الدنيا، لكن الواقع غير كده خالص، ده الواقع ما نعرفوش احنا اصلا. طب الواقع ايه يا سيدي؟ ما احنا ما نعرفوش. طب وليه هم قالوا كده؟ قالوا كده علشان الناس ينصلح حالهم، فجوزوا عليهم الكذب من اجل مصلحة الناس. وعلشان كده انا كنت اعرف منهم اساتذة في كلية الطب من هؤلاء الناس مسلمين، لكن كانوا لا يصلون ابدا ولا يصومون في رمضان، وكان الواحد منهم يمشي في رمضان في عز رمضان في القصر العيني ويمر على المرضى في ايده فنجان القهوه والسيجاره، تيجي تقول له ما بتصليش ليه؟ ما بتصومش ليه؟ ما تحترم؟ قال: انت فاهم ان الحاجات دي مطلوبه؟ انت انا عارف ربنا وقلبك كويس وبتتقن شغلك، خلاص ربنا هيعمل لك ايه تاني؟
طب بس ربنا قال لنا اقم الصلاة، بيقول ده الكلام ده عشان بس مصلحة الناس، عشان ينظموا وقتهم وعشان يبقى فيه باستمرار صلة، انما اللي ليه صلة بالله على طول ده مش محتاجها. كانوا يقولوا كده، دول كفار برضو. كافر، لانه انكر الشرائع وقال ان الكلام ده ربنا مش عايزه، ده ربنا بيقول كده للناس بس عشان يصلح حالها، لكن مش مريد. يكفر طبعا لانه انكر الشرائع. من انكر الشرائع يبقى ايه؟ كافر. ما هو ده انكر الشرائع. بيقول ايه؟ يقول لك ان الحاجات اللي نزلت دي الصلاه والصيام، احنا عشنا مع الناس دي، عشنا مع الناس دي فترات طويله. يقول لك الحاجات دي كلها للعوام للناس علشان بس ربنا ايه يصلح حالهم، يقوم ايه اما يعرف ان في اخره وفي عقاب يخاف ياكل ايه مال غيره، يخاف ان هو يسرق، يقوم يخاف يقتل غيره، يقوم تنصلح الحال الحياه. لكن الواقع غير كده خالص. طب ايه هو الواقع؟ ما اعرفش. طب ليه بتتكلم؟ ما اصل مش معقول يبقى كده. يقول لك اصل مش معقول يبقى كده. طب ومش معقول ايه؟ ومعقول تبقى كده انت؟ فهؤلاء الناس امنوا بالله واحد، لم يصفوه بصفه غير صفته. وامنوا بالرسل جميعا حتى بما فيهم سيدنا محمد. لكن جوزوا عليهم الكذب من اجل المصلحه. قالوا ده اللي جابوه ده كله من عند الله غير مراد على ظاهره. ده من اجل مصلحه الناس بس عشان تنتظم حياتهم ولا تصير الحياه غابه من الغابات. ده نوع ايضا من انواع الكفر. ليه؟ لانه انكر الشرائع ووتم الانبياء بالكذب. والانبياء اصلا يجب ان انت تعتقد في الانبياء اربعه اشياء: الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. لازم اربع اشياء في حق الانبياء جميعا: الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. ولازم اربع اشياء مستحيله في حقهم ضد ما سبق: الكذب والخيانه، واخد بالك، والكتمان ضد التبليغ، والغباء ضد الفطانه. يبقى مستحيل يبقى نبي غبي او نبي كتم ما امره الله ان يبلغه، ويستحيل ان يكون في نبي خائن، ويستحيل ان يكون في نبي كذاب. ثم بعد ذلك يصح في الانبياء كل عرض كخفيف المرض، لانهم بشر، ممكن يعيا وممكن يموت وممكن يجوع وممكن يعطش وممكن يتعب وممكن ينام وممكن يستيقظ ويبول ويتغوط، يتزوج النساء، ينجب الاطفال، كل ده جائز في حق الانبياء ما يضرش. لكن يستحيل في حقهم اربعه ويجب في حقهم اربعه. لا، فهنا جوز على الانبياء الكذب، فقال جوز على الانبياء الكذب فيما اتوا به، ادعى في ذلك المصلحه بزعمه او لم يدعها فهو كافر باجماع المتفلسف، باجماع، فهو كافر بايه؟ باجماع العلماء. زي مين؟ كالمتفلسفين وبعض الباطنيه من الروافض. الروافض دول نوع من انواع الشيعه، برضو انكروا هذا. وغلاة الصوفيه، بعض الصوفيه الجهله، قال لك ان اذا كنت وصلت الى درجه مع الله يرفع عنك التكليف، يخليك لا تصلي ولا تصوم وتعمل اللي انت عايزه كله. مش قالوا الكلام ده؟ كفر. اللي يقول الكلام ده يكفر. وغلاة المتصوفه واصحاب الاباحه اللي هم اباحوا المحرمات، فان هؤلاء زعموا ان ظواهر الشرع واكثر ما جاءت به الرسل من الاخبار عما كان ويكون من امور الاخره والحشر والقيامه والجنه والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها. يعني كل ده مش على مقتضى لفظ، ده بس لمصلحه الناس ومفهوم خطابها، وانما خاطبوا بها الخلق على جهه المصلحه لهم. وعشان كده بعض المتفلسفين لما اعترفوا بوجود الله واعترفوا ايضا بوجود الانبياء قالوا ووجود الانبياء لمصلحه الدنيا حتى لا تصير الدنيا كالغابه، بس عشان تنتظم معاملات الناس، لان لو لم يوجد هؤلاء الانبياء لما انتظمت معاملات الناس، فجعلوها من اجل المصلحه على جهة المصلحة لهم، إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم. طب ليه ما صرحوش بالحقيقة؟ قال لك لأن إحنا أذهاننا وفهمنا كبشر ما نقدرش نوصل للحقيقة، فهم قالوا لنا حاجة على قد فهمنا بس، كأنهم بينكروا الشرائع ويعللوها بشيء غير مفهوم. فمضمن مقالاتهم، يعني إيه؟ لازم كلامهم ومضمون كلامهم إبطال الشرائع، يبطلوا الشرع
وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به، وكل ذلك كفر. واضح؟ ده نوع. نخش النوع الثاني، وكذلك يعني من أنواع الكفار من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعمد الكذب فيما بلغه، إنه تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ. أزرى عليهم يعني احتقرهم، أو آذاهم، أو قتل نبيا، أو حاربه، فهو كافر بإجماع. يجي يقول لك النبي ده، النبي ده كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويقصد الإزراء، لا يقصد إيه؟ لا يقصد بيان الكمال في الأمية، لأن الأمية في حقه كمال، لكن الثاني ده يقصد الإزراء به أي التحقير، يكفر. يقول لك ده كان فقير، هو كان لا ياكل، يقصد الازراء والتحقير، يكفر. لان من اذى النبي او احتقره او تكلم بكلمه تدل على نوع نقص فيه يريد اثبات النقص له وهو كامل من جميع الجهات، يكفر ايضا. واضح؟ نوع ثالث من الكفر، الكفر انواع. وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا، لأنه واخد ظاهر آية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الكلام ده أنا سمعته بأذني من بعض الناس، يقول لك ده جميع الأمم حتى الدواب حتى القردة والخنازير كان في منهم رسل. إيه دليلك؟ يستدل بالقرآن لأنه مؤمن بالقرآن. خد بالك، يقول لك مش ربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ كويس، يستدل بعموم هذه الآية. هذا الإنسان بهذا الاعتقاد كافر، يكفر. ليه؟ لأنه قد أزرى بالرسل فجعل من الرسل قردة وخنازير وبعوض وخفافيش وتعابين، وهذا كله انتقاص حق الرسل. الرسل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فيقوم ينسى الآية دي ويروح لآية تانية ويستدل من آية تانية، والقرآن ما فيش حاجة تضرب بعضها بعض، عشان تستدل بآية لازم ما يكونش في آية أخرى تعارضها، وإلا تبقى إنسان جاهل. فيجي يقول إيه؟ كما ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود وغير ذلك، ويحتج بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلا يعني مضى، مضى فيها نذير. ليه؟ لأن ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزراء يعني التحقير على هذا المنصب المنيف المرتفع المقام ما فيه مع إجماع المسلمين، المسلمين يعني علماء المسلمين على مر العصور أجمعوا على خلاف ذلك وتكذيب قائله. الخلاف بين علماء المسلمين، هل كان هناك أنبياء ورسل من الجن للجن؟
ولا كل الانبياء والرسل من الانس؟ ده خلاف بقى بين علماء المسلمين. انما الثاني اللي قال لك كل الامم حتى القردة والخنازير في منهم نذير، ده ما بقاش من المسلمين. كويس؟ لكن علماء المسلمين اختلفوا وحصل نقاش بينهم، هل ان الله سبحانه وتعالى ارسل رسلا من الجن كما ارسل رسلا من الانس ام لا؟ الراجح واللي استقر عليه الامر ان الرسل جميعا ذكور من بني ادم من البشر، ولم يرسل الله للجن رسلا من جنسهم. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اكتفى بارسال الرسل من البشر لتكون للجن ايضا، لان الجن يرى البشر والبشر لا يرى الجن. الجن يرى البشر فممكن يحضر على رسول البشر، وعشان كده ربنا بيقول ايه؟ واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. فكانوا منذرين لقومهم مرسلين من رسول البشر الى قومهم لا من رب العالمين، كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعلم بعض الجن برسالته، فذهب هؤلاء الجن رسل من قبل رسول الله الى قومهم لينذرونهم وليدعوهم الى الاسلام. واضح؟ فاستقر الامر واعتقد علماء المسلمون بعد ذلك على مر العصور انه لا يوجد نبي الا ذكر بشر. ثم جاء بعد ذلك خلاف اخر، جاء ابن حزم قال الذكورة ليست شرطا في النبوة، يعني ممكن يبقى في انبياء من النساء على رأي ابن حزم الظاهري. ايه دليلك يا ابن حزم؟ وخالف اجماع الامة. ولكن هذا الخلاف لا يكفره، خد بالك لا يكفره، لكنه يخرق الاجماع، يجعله من اهل البدع بس لكن لا يكفره. قال ايه؟ قال ان في اربعة نساء رسل من القرآن، ده كلام ابن حزم. هم مين؟ الحواء زوجة سيدنا آدم، لأن ربنا خاطبها قال اهبطا، فالخطاب للاثنين، والخطاب لا يكون إلا لرسول، واخد بالك؟ ده رأيه. فيبقى السيدة حواء نبية عند ابن حزم. ومين تاني؟ والسيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم، حيث أن جاءتها الملائكة وبشرتها بإسحاق، والملائكة لا تكلم إلا نبي أو نبية، فاعتبر أن سارة نبية. يبقى حواء، السيدة حواء والسيدة سارة، وأم موسى، لأن ربنا أوحى إليها على رأي ابن حزم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستدل بالوحي لأم موسى أنها نبية. ممكن يبقى إلهام، وزي أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، يبقى النحل كمان نبي، فالوحي قد يكون إلهاما. ما ردنا عليه، أهل السنة ردوا عليه، لكن أنا بقول لك الشبهة علشان لو قريتها في كتاب لبعض العلماء تبقى برضه ايه جات على ذهنك وعرفت الرد. والسيده مريم ام سيدنا عيسى دي نمره اربعه. ليه؟ لان سيدنا جبريل جاءها في صوره بشر وكلمها، وان هذا لا يكون الا مع حال الانبياء. واضح؟ يبقى عند ابن حزم اربعه من النساء انبياء، السيده حواء، السيده ساره، السيده ام موسى، والسيدة العذراء البتول سيدتنا مريم زوجة نبينا في الجنة. ولكن أهل السنة قالوا خلاف ذلك، وقالوا أن الذكورة والبشرية شرط في النبوة، فلا يوجد نبي إلا ذكر بشر. واضح؟ يبقى هذه نوع تاني من أنواع الكفر، أنه يعتقد أن كل الحيوانات كان منها رسل من أجناس، ده نوع من أنواع الكفر. لكن البدعة وليست كفر أن يعتقد أن الجن كان في منهم رسل من جنسهم، ده بدعة. والبدعة الثانية بتاعت ابن حزم أن يعتقد أن هناك من النساء نبيات،
زي ما حصل كده ايام العباسيين، ظهرت واحدة ادعت النبوة، فبيقولوا لها الم تقرأي قول الله عز وجل، قول نبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نبي بعدي؟ قال نعم، هو قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبيك بعد. فهمت؟ فدي الله ماضى، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، فدي مخالفة لاجماع الامة. وكذلك نوع ثاني من الكفر بقى، نكفر من اعترف من الاصول الصحيحة بما تقدم ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد عدى كل الامتحانات دي كلها وبقى تمام التمام، ما قالش اي حاجة من اللي فات ده كله، لكن جاء في الاخر قال بس سيدنا محمد ده بقى اللي انا مؤمن بيه ده كان لونه اسود، كان بشرته سودة، وما كانش قرشي، وما كانش في مكة. نفي صفته كنفي وجوده، يبقى كفر تاني. شفت ازاي؟ نفي صفته المعلومة. او يقول لك اه سيدنا محمد ده انا مؤمن بيه وكل حاجة، كان قرشي بس ده مات قبل ان يحتلم. مات قبل ان يحتلم، يعني مات قبل ما يبقى عنده 12 سنة. يقول اه الله، امال اللي عندنا ده كله ليلة، دي اوهام. اوهام ايه يا عم؟ ما ينفعش. فيبقى نفي صفة من صفاته او وصفه بغير صفته كنفيه. واضح؟ في ناس قالت كده وقت، في ناس قالت كده. كل الكفر الوان، وموجود وموجود اب تو ديت لحد دلوقتي، كل اللي اتقال زمان بيتقال هو هو على مر العصور. وكذلك نكفر من اعترف من الاصول الصحيحه بما تقدم ونبوه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال كان اسود، او مات قبل ان يلتحي، او ليس الذي كان بمكه والحجاز، او ليس بقرشي. لان تعليل هنا، التعليل تكفيره ايه؟ لان وصفه بغير صفاته المعلومه نفي له وتكذيب به. واضح؟ وكذلك في ناس انكرت وجود سيدنا ابراهيم النبي. في ناس مؤرخين، مؤرخين انكروا وجود سيدنا ابراهيم النبي، قالوا اطلعنا على جميع البرديات وعلى جميع كتب التاريخ القديمه والحديثه والمخطوطات وما كتب على المعابد على مر العصور منذ اكثر من 10,000 عام، لم نرى ذكرا لابراهيم، ان في شخص اسمه ابراهيم نبي، مش موجود، ما نعرفوش، لم يثبت تاريخيا. وانكروا ذلك بعض المؤرخين المعاصرين، في منهم مات وفي منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر، الى يومنا هذا انكروا نبوه سيدنا مين؟ ابراهيم. قالوا ما نعرفوش، ما سمعناش. دورنا جميع المعابد، جميع البرديات، جميع المخطوطات، دخلنا كل حته، حصرناها حصر، ما لقيناش اسمه وارد في اي حاجه ولا في اي عصر من العصور، ما شفناهوش، ده ما نعرفوش. يبقى ده ايه رايك فينا؟ كفر. حتى لو صلى وصام وحج وقعد يقول لبيك اللهم لبيك واحرم وقعد يصلي معناه كافر، لانه كف. ليه؟ لانه انكر صريح القران، ان ربنا ذكره في القران، ذكر سيدنا ابراهيم في القران انه نبي. لما يجي يقول مش نبي ومش موجود، بيكذب بالقران اللي هو قاعد بيصلي بيه ليل نهار. فهمت ازاي؟ يبقى كفر برضه. دول اعرفهم بقى، اللي انكروا وجود سيدنا ابراهيم دول انا اعرفهم. المسيحيين، بعض الاطباء المسيحيين كانوا بيناقشوني من حوالي 15 سنه، هو ايه اللي يثبت لنا ان في واحد اسمه محمد اصلا جه؟ احنا شفناه. انتوا قلبين دماغنا وتقعدوا تقولوا محمد محمد، فين؟ مين اللي يثبت لنا؟ قلت لهم القران. قالوا ما العرب كانت تعرف تالف احسن من كده كمان. ما يمكن العرب الفوه على مر العصور وجمعوه كده وقالوا ان ده ان كان في واحد اسمه محمد الفه. شفت الكفر؟ تقول له ايه اللماضه دي؟ تقول ايه اللماضه دي؟ فالكفر موجود، ما تقلقش، موجود ومتوفر، وموجود حتى في بلدك اللي انت قاعد فيها، بلد الالف مئذنه، فضلا عن بلاد الكره الارضيه، لكن المهم انك انت تبقى عارف انواعه، عشان اولا تتجنبه في نفسك، وعلشان تحافظ على ايمانك حتى تلقى الله، وعشان تبص في اولادك ومن بعدك من المسلمين. اولا المؤرخين بيؤرخوا للحكام، ما بيؤرخوش للانبياء، الانبياء ما كانوش حكام في عصورهم، ليس كل نبي كان سلطان وملكا. فالمؤرخين اللي يقول لك لم يثبت وجود سيدنا ابراهيم تاريخيا، نقول له التاريخ حرص على اثبات احوال الحكام فقط، لكن الناس العاديين ما لم يثبت احوالهم.
والانبياء كانوا كثيرين ما يكونوا من عوام الناس، مش ماسكين حكم بحيث ان المؤرخ يبقى شايفه. فهمت ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى ارخ للانبياء في القران، لان الله هو الذي ارسلهم، وترك العظماء والجبابره يؤرخ لهم البشر المؤرخين. فربنا اثبت نبوه الانبياء في كتابه لانه هو الذي ارسلهم. اما المؤرخون البشر فيثبتون احوال الحكام بس. يعني انت مثلا اللي بيكتب تاريخ مصر في العصر الحديث مثلا، هيكتب سيره الشيخ الشعراوي؟ مش هيكتب سيره، لكن هيقول لك ان حكم مصر جمال عبد الناصر واتهزم في سنه 67 ومات ربما مسموما او مقتولا او حتى انفه سنه كذا، ثم جاء بعديه السادات وحارب اليهود سنة 73 وانتصر انتصار ما ثم صالحهم ثم استرد سيناء ثم مات مقتولا سنة 73 وهكذا. هذا التاريخ لا هيجيب لك سيرة بقى ايه احوال الناس الصالحين ولا احوال ناس المصلحين في هذا العصر، مش هيجيب سيرة الا اذا بلغوا للحكم. فهمت ازاي؟ يجيب سيرة، انما لو مصلوش لحد الحكم خبطوا فيه. يعني لولا ان حسن البنا دعوته أثرت على بعض الحكام فضربوهم الحكام ما كانش هيجيبوا ذكر الإخوان المسلمين في التاريخ، لكن علشان دعوته أثرت على بعض الحكام فهيجيبوا سيرتهم بس. فهمت المسألة؟ وكذلك إيه اللي يخلي يكتبوا سيدنا إبراهيم على جدران المعابد أو نبي من الأنبياء يكتبوا على جدران المعابد؟ اللي بيكتبوا على جدران المعابد دي ناس قاعدة بالسخرة بتكتب تاريخ الملك الظالم اللي هو مشغلهم. هيكتبوا ليه بقى سيدنا ابراهيم؟ اللي هو عايز يثبت وجود سيدنا ابراهيم من جدران المعابد ومش عايز يثبت وجود سيدنا ابراهيم من كتاب الله عز وجل، يبقى عنده ثبوت الكلام اللي مكتوب في المعابد اثبت عنده من القران، يبقى مش عايز تكفره ده؟ اللي عايز يعتبر ان اللي مكتوب على جدار المعبد اثبت مما هو في كتاب الله، يبقى انت مش عايز تكفره ده؟ مستعجب؟ ما تستعجبش. وكذلك من ادعى، واحد بقى مشي في كله تمام التمام بقى زينا الحمد لله كده واعد معانا ما بيقولش حاجه خالص غلط، لكن جه فجأه كده قال لك ان الله جات له نوع من انواع الجنون او اللوثه او اتصال بالجن، يقوم يجي له شعور كده ان هو بيوحى اليه، ان هو بيدخل الجنه، ان هو بيشوف النار، ان هو بيشوف حاجات الناس ما بتشوفهاش، يقول لك الله ده انا بقيت نبي يدعي النبوه، يبقى كفر برضه. كفر برضه زي الراجل اللي قابضين عليه وكانوا كاتبين عنه في الجورنال، اللي بيدعي النبوه يلاقي شويه ناس قاعده معاه ويقول لك اصله بيعمل اعمال غريبه وبيشفي الامراض المستعصيه والكلام الفارغ ده. وكذلك من ادعى نبوه احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده كالعيسويه من اليهود القائلين بتخصيص رسالته الى العرب نسبه الى ابي عيسى بن اسحاق بن يعقوب، ده يهودي يهودي ايام يعني كان يهودي اصبهاني موجود في خلافه المنصور من خلفاء العباسيين، ده كان يهودي وسموه عيساوي ليه؟ لانه خالف حتى اليهود وقال اعترف بنبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدئيا، بس قال بعث للعرب خاصه كويس، فاعترف بنبوة سيدنا محمد وقال أنه للعرب خاصة، ثم بعد ذلك ادعى هو نبوة نفسه لأهل عصره من أهل جنسه، وقال بقى كلام تانية تخاريف كتيرة بس يكفينا الاثنين دول يكفروه فضلا عن كل كلامه المتخاريف فسموهم العيسوية. وكالخرامية، الخرامية دول نوع برضه من أنواع الكفار ظهروا أيام المعتصم، منها يمكن بتسمع عن المزدكية وبتسمع عن حاجة اسمها البابكية والمديارية، يقول لك ده مزدكي، لحد دلوقتي في طوائف مزدكية إلى يومنا هذا موجودين في إيران، واخد بالك ازاي؟ دول خرامية. المزدكية دول أباحوا الفروج يعني أباحوا الزنا واعتبروا أن الله يحل في الأجساد وأن واعترفوا وقالوا بتناسخ الأرواح، وكان اسمه ايه ده بابك بتاعهم الاصلي ده اثره المعتصم، لان ظهروا في 20 سنة وكانوا يقاتلوا المسلمين وكان ليهم قوة وصولة في الخلافة العباسية، فاثر بابك المعتصم وقتلوا وعلقوا في سامراء في ايه في العراق، بلد اسمها سامراء بجوار
بجوار بغداد اسمها اللي هي اختصار سرة من رأى، مدينة سموها سرة من رأى اللي هي سامراء. وإلى يومنا هذا موجود ناس من إيه؟ من أنسلهم موجودين في إيران إلى يومنا هذا. وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل، يعني إن الرسل ورا بعضهم، كل فترة يطلع رسول جديد، كل فترة، مفيش حاجة اسمها الرسل ليهم نهاية. خلاص. طوائف أنواع من الشيعة. وكأكثر الرافضة، الرافضة برضو أنواع من الشيعة. القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. برضو كل دول كفار. وبعده يعني بيشاركوا في حال عصره، وبعده يبقى هو رسول بعده، ده سيدنا علي. الرافضه بعد الرافضه قالوا كده. فكذلك وكذلك كل امام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوه والحجه. كل دول عند الرافضه بيعتبروهم انبياء، الائمه المعصومين عندهم. وكالبزيغيه والبيانيه، نسبة لبيان ابن سمعان التميمي، برضو أنواع من الرافضة قالوا بتناسق الأرواح، وإن سيدنا إن الله سبحانه وتعالى حل في سيدنا علي، ثم حل في ابنه محمد بن الحنفية، ثم حل في بيان اللي هم بيتبعوه ويعبدوه على إنه إله. كل دول كفار. والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان وأشباه هؤلاء، أو من ادعى النبوة لنفسه، برضو ده كافر، أو جوز اكتسابها. والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها، كالفلاسفة وغلاة المتصوفة. الفلاسفة وبعض غلاة المتصوفة كفروا من جهة تانية، قالوا إيه؟ قالوا إن الإنسان بكثرة تصفية نفسه وتربية نفسه قد يصل إلى مقام النبوة، يصير نبيا. فاعتبروا أن النبوة مكتسبة. النبوة مكتسبة يعني إيه؟ يعني ممكن تاخد باسبابها فتصل اليها، دي معنى مكتسب. والمعلوم ان النبوه وهديه وليست كسبيه من الله عز وجل. النبوه تاتي من الله وليست مكتسبه، محض فضل من الله. فبعض الصوفيه غلاه الصوفيه والفلاسفه قالوا ان الانسان بتهذيب نفسه قد يصل الى مرتبه النبوه، فاعتبروا ان النبوه مكتسبه، وهذا ايضا كفر يخالف اعتقاد اهل السنه. نوع ثاني من الكفر. وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدعي النبوه. لو واحد قال انا بيوحى الي، نوع بقى ايه؟ يشرب له سيجاره ملفوفه او يقعد في الغرز زيها، وبعدين يحصل له هلوسه، ايه الدراجز اللي بياخدها والادويه اللي بياخدها المخدره، يقوم يقول يا ايه ده، ده انا دخلت الجنه، ده انا شفت بتاع، ده انا بقيت حاجه كبيره قوي، ده انا بقيت رسول، ده انا بقيت اله. وبعدين بعد ما يفوق، ما هو كتر الكلام يبتدي يصدق نفسه، تبتدي كذبه وبعدين يصدق نفسه، وبعدين يلاقي ناس جهله تتلم حواليه وتقول له احنا نصدقك ويمشي وراه، بتبتدي الحكايه كده. وبعدين الشيطان بقى يخش بينهم يعمل لهم شويه الاعيب عشان يبين لهم ان الواد ده جدع، يوم يبقى ايه النور مضلم يروح منوره لهم، يقول لك الله ده الشيخ مجرد ما يتكلم النور ينور لوحده. يقوم الناس ايه، ما عايز حاوي، اول ما يلاقوه حاوي كده يقول لك اه لا ده راجل ليه اعمال صالح. يجي الشيخ يقوم يلاقوه ماشي على الهوى، الشيطان شايله، يقول لك شوف ايه الحلاوه دي، فيتبعوا على انه نبي، فيكفر هو ويكفر اللي اتبعوه. فهمت المساله؟ وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدعي النبوه، او انه يصعد الى السماء ويدخل الجنه وياكل من ثمارها ويعانق الحور العين. كل الكلام ده حصل وناس قالته. فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه اخبر صلى الله عليه واله وسلم انه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص. يعني أن الكلام ده خاتم النبيين، ما يجيش يقول لك آه خاتم النبيين يعني زينتهم، يوم يأولها بمعنى تاني. فهمت إزاي؟
يقول لك يعني زينتهم سيد الخلق هو سيدنا محمد خاتم النبي، لكن انا نبي عاد، يقول على نفسه كده. تقول له ده ربنا قال خاتم النبي، قال لك ما هو خاتم يعني زينه، يعني زينه النبيين، انا ما قلتش ان انا زينتهم، ده هو زينتهم صلى الله عليه وسلم، ويقول لك كده صلى الله عليه وسلم عشان يخنك. فهمت ازاي؟ وفي الاخر ايه؟ لا خاتم يعني خاتمهم يعني اخرهم، ولا صارف للمعنى خاتم الى معنى الزينه. ليه؟ لاجماع المسلمين على ان الخاتم هنا هو خاتمهم اخرهم. فهمت ازاي؟ لقول النبي لا نبي بعدي، فما يحملش اللفظ معنى غير مجمع على معناه، لكن قد تحمل اللفظ معنى اخر يحمله اللفظ لا يخالف اجماعا، ما يضرش لسعه معاني القران، انما تحمل اللفظ معنى يخالف الاجماع وتقول انه يحمله، لا ما ينفعش. فهمت؟ فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعا وسمعا، وسمعا يعني دليل من ايه؟ من القران والسنه. خد بالك بقى، وكذلك وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب، يعني كل من انكر ايه من كتاب الله عز وجل. ده بالاجماع يا ايه واحده. شوف القران كم ايه؟ يؤمن بكل حاجة ويجي لك بس يقول لك بس أنا إيه آية قل يا أيها الكافرون دي لا أعبد ما تعبدون دي أنا حاسس إنها متناقضة مع قاتلوا الناس كافة، فأنا بتهيألي دي مش قرآن يا عم، بيتهيألك إيه بس تتجننت ده كده حرام عليه يا عم. لا ليه؟ أصل ربنا بيقول قاتلوا المشركين كافة، فجأة يقول لي لكم دينكم ولي دين، ده تناقض مخه كده يا عم. الحكاية ما بتجيش كده، القرآن ده جاي متواتر بالإجماع سماعا جيلا عن جيل، اتفقت الأمة إن ده قرآن، فإزاي تيجي تنكر منه آية ولا سورة؟ ما ينفعش. فهمت إزاي؟ يقول لك تبت يد أبي لهب وتب، دي فيها إيذاء للنبي، لأن أبو لهب ده كان عم النبي وأنا بحب النبي بقى، فدي مش قرآن. ليه يا عم مش قرآن؟ أصله عم النبي وصعبان علي، ليه إحنا نهزقه كده؟ يا عم تهزقه إيه ده قرآن؟ إحنا من؟ ربك اللي خلقه هو اللي بيقول فيه كده، أنت مات. الحاجات دي كلها اللي بقولها لك حصلت، القصص اللي بقولها لك دي كلها حصلت. فهمت ازاي؟ ومر بها ناس وكفروا من اجل هذا، فاللي يدافع اي نص من كتاب الله عز وجل يكفر، او خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بابطال الرجم. الرجم ده ثبت كحد للزاني المحصن من السنة من فعل النبي، لم يثبت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم معز فعلها بيده، والصحابة من بعده رجموا الزنا المحصنين وقالوا إن الزنا إن كان محصن فحده الرجم، وإن كان غير محصن فحده الجلد، واختلفوا في تغريب عام. واضح؟ يجي لك الخوارج دول، بعض الخوارج قال لك لا الرجم ده كان خاص بمن رجمهم النبي، لكن ما نعترفش به من بعده. ليه يا عم؟ لان لم يثبت الرجم في القران، ربنا سبحانه وتعالى بيقول والزاني والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، فما قلناش ارجموهم. طب ما سيدنا محمد رجم، يقول لك ده رجم ده حادثه حال خاصه به، فيخصص امر مجمع على انه غير خاص، ويجعل الامر حادثه حال وهو ليس بحادثه حال، ويخالف اجماع المسلمين على هذا يكفر ايضا ككفر الخوارج بانكارهم الرجم. واضح؟ ناس برضو يجي لك في اليومين دول كده من الصحفيين والناس اللي مخهم طائر، يقول لك اصل الشريعه الاسلاميه في الزمن بتاعنا ده مش هنقدر نطبقها لان اصلا غير صالح. يعني واحد يقطع ايده اخلي نص الناس ماشيه من غير ايدين ويتريق؟ بتسمعوها الحاجات دي ولا انا لوحدي اللي بسمعها؟ يمكن انا لوحدي اللي بسمعها. اهو ده كفر، اهو ده كفر، لانه بينكر ايه؟ حكمه الشريعه وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ينكر حكمتها وينكر صلاحيتها لكل زمان ومكان فيكفر، وبيرد ايه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم. ها؟ ويجي لك برضه في ايات المواريث يقول لك ليه المرأة تاخد نصف حظ الذكر؟ ليه؟ ليه للذكر نصف حظ الأنثيين؟
الوقت الست بقت بتسبق الراجل في المدرسة وبتسبقه مش عارف فين وبتسبقه فين وعملت كل حاجة. ليه ما نديهاش قد الراجل؟ وبتصرف مع الراجل في البيت زي الراجل، هي وهي وجوزها حاجة واحدة في البيت بيصرفوا، وساعات يقعد ما يشتغلش هي اللي تصرف على البيت. ليه نديها ناس في حظ الذكر؟ يبتدي ايه؟ يتلامد. كل ده كفر، كل دي انواع كفر بنسمعها كل يوم والنهار والليل، خد بالك منها، لان دول بينكروا ما اجمعت الامه عليه وما هو صريح في القران. واضح؟ فالحاجات دي ما يتناقش، الحاجات دي ما تتناقش، دي كفر او ايمان فاش دلع. مين هو ده بقى؟ مين هو المجتهد؟ هل هو ده مجتهد؟ المجتهد ده اللي يصل درجة الاجتهاد المطلق، اللي ينظر في الأدلة ويستطيع انه يستنبط ان في الوقت ده بالذات وقف هذا الحد مؤقتا ثم بعد ذلك وعمله ثانيا، ده لازم يتوفر في شروط. هذا الرجل اللي بيتكلم على انه مجتهد عايز يبطل حد السرقة اصلا مش حافظ جزء عام، ده ما يعرفش يقرا صفحة في القرآن بدون ما ترده 10 مرات. اللي بيدعي الاجتهاد ده، اللي يجتهد ده لازم يتوفر فيه صفات معينة. أو ده بالظبط زي واحد طول عمره قاعد على القهوة وبعدين فجأة قال لك أنا جراح كبير، دخل أوضة العمليات قاعد يشق في بطن الناس. ليه يا ابني؟ ما هي كده. بل كده، بل اللي بيعمل كده أهون من اللي بيتكلم في الدين. شوف اللي بيعمل كده، لان اللي بيعمل كده هيضر بني ادم واحد بس وبعدين يقبضوا عليه ويرموه في السجن، انما الثاني بيفتن ملايين بتسمعه، يبقى ايهما اخطر؟ فده اخطر كثيرا. اذا كنت انت تستعجب لو واحد غير مؤهل يفتح بطن بني ادم جوه اوضه عمليات ويقول لك انا جراح، بتستعجبها جدا. ما بتستعجبش ليه واحد غير مؤهل يتكلم في الدين؟ ده اخطر، ده الدين ده اخطر. لا، ما هو دي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة حكمها حكم الحديث الآحاد، حكم الحديث الآحاد برضه مش متواتر، لكن هي فعل النبي وإجماع الصحابة، هو ده الدليل، فعل النبي وإجماع الصحابة، مش القراءة الشاذة اللي هي الشيخ وشيخته فاجلدوا أحدهما البتة، فارجموهما البتة. ولهذا نكفر من لم يكفر. خد بالك الجملة دي بقى مهمة، وانا اتكلمت فيها كتير جدا، لان لحد دلوقتي في شوية عالم في العصر بتاعنا شباب ومش شباب كمان وبعض الناس الكبار يقول لك هم المسيحيين دول كفار، مش كفار ولا حاجة، ناس طيبين، يقول لك كده هم اليهود دول كفار، ما هم مؤمنين بان فيهم اخر وبان في اله، ده حتى احنا بنتجوز نسائهم، عايز يستدل كده، ده هم حتى في المعامله احسن من المسلمين، مش بيقولوا كده؟ طب اسمع بقى الجمله دي عشان تعرف كفر من اعتقد هذا، ان ده نوع من انواع الكفر. خد بالك، اسمع. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير مله المسلمين من الملل. اي واحد على مله غير مله المسلمين وما تكفروش يا مسلم تبقى زيه. واضح؟ طيب، طب افرض ما كفروش ولا اعتبروا ناجي، قال انا هتوقف برضه كافر. شوف، او وقف فيهم يعني توقف، ما قالش حكم معين، او شك او تشكى، قال ماليش دعوه يا عم، ربنا بقى يحكم فيهم، انا ماليش دعوه. ما ينفعش، لانه خالف صريح القران، ومن لم يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. خالف صريح القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. خالف صريح القرآن بقول الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. آمنوا يعني أهل الكتاب، آمنوا يعني آمنوا برسول الله، واتقوا يعني باتباع القرآن، لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم هو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الآيات اللي نزل فيهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو إيه؟ القرآن، يبقى دول كفار من جميع الوجوه. فهمت إزاي؟ خد بالك. طيب، هو ده أذن؟ لا، لما يحتاجوا بالآية
وكذلك أي في إيه؟ ما احنا قابلناها 100 مرة، ما قلنا 100 مرة إلا هي لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين شاوروا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وعبرنا وأنهم لا يستكبرون وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما حزنا ألا إيه لا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقولون إذا يبقى المؤمنين منهم، يبقى ده المؤمنين منهم مش البابا شنودة اللي الشيخ لازر قاعد معاه كل يوم، فهمت؟ فتاخد بالك من الحاجات. المؤمن منهم هو اللي ينطبق عليه الآية دي، اللي آمن منهم يعني أسلم دخل في الإسلام، غير كلاب وكفار كلاب أهل النار. ده أنت بتقرأ في الفاتحة بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اللي هم اليهود والضالين اللي هم النصارى. ها؟ أيوه أيوة. فخذ بالك، ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، حتى وإن أظهر بعد ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه برضه وقال إنهم دول كويسين أو توقف أو شك، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. شفت الشدة؟ شفت الشدة المهمة دي؟ خد بالك من الحكاية دي، ربنا ينجينا. بهم أهل الكتاب كفار لأنهم لم يؤمنوا ببقية الكتب ولم يؤمنوا ببقية الأنبياء. ما هم أهل الكتاب لأن هم خدنا دول دون بقية الكفار وخصمهم ببعض الأحكام، بس أحكام في الدنيا مش في الآخرة. أحكام في الدنيا إننا نأكل ذبائحهم ونتزوج نسائهم وإننا نقبل منهم الجزية على أن يعيشوا معنا، بس خدناهم من وسط الكفار كلهم كده وعملنا لهم أحكام خاصة بيهم في الدنيا بس، فهم؟ مع علمنا بأنهم كفار، واضح الكلام؟ بس فهم أهل كتاب لأنهم لهم اختصوا ببعض الأحكام دون بقية الكفار، فهم كفار كبائر الكفار لكن لهم أحكام خاصة بيهم. أنت ما ينفعش تروح اليابان تاكل ذبائح لأنهم مش من أهل الكتاب، لكن ينفع تروح بلاد النصارى وتاكل ذبائح، واضح؟ لأنهم من أهل الكتاب يبقى الأحكام مختلفة، الأحكام هتختلف، لكن هم دول كفار ودول كفار بس الأحكام تختلف. ينفع تروح تتجوز امرأة كتابية لكن ما ينفعش تروح تتجوز واحدة يابانية أو هندية هندوسية، ما ينفعش، فهمت ازاي؟ فليهم أحكام مختلفة. لو عايش معانا نصارى في مصر وأردنا أن نحكم بما أنزل الله نقول لهم ادفعوا الجزية مقابل إننا نحميكم ونحمي مواطن عبادتكم على ألا نتعرض لكم وعلى ألا تتعرضوا لنا في ديننا، فهمت ازاي؟ دي اسمها الجزية. قبلوا ذلك يقعدوا، ما قبلوش ذلك نقول لهم مع السلامة، واضح؟ لكن لو احنا قاعدين في مصر وعندنا هندوس بيعبدوا البقر وحبينا نحكم بالإسلام نقول لهم ما فيش حاجة من الاثنين، يا تدخلوا في الإسلام يا تخرجوا بره، ما فيش حاجة اسمها جزية، يبقى ما قبلش الجزية إلا من أهل الكتاب بس، يبقى ليهم أحكام خاصة، ليهم أحكام خاصة، إنما بقية الكفار يعني ليهم أحكام ثانية، واضح؟ فالكافر الغير كتابي لا أقبل منه الجزية ولا يعيش معي في داري في دار الإسلام مقابل أن يدفع الجزية، واضح؟ لكن قد يكون معاهد، هو قاعد في بلدي وأنا في بلدي والحاكم شايف أن من المصلحة أن نعمل معاهد بيننا وبينهم ما نقتلهمش مثلا، لكن هو يبقى في بلده يعبد البقرة بتاعته في بلده ما يعبدش البقرة جنبي هنا، فهمت ازاي؟ خالص ما ينفعش، واضح الكلام؟ يبقى هم أهل الكتاب لوجود أحكام خاصة بهم في حال الدنيا لا لكونهم على حق ولكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخصهم ببعض الأحكام تخفيفا عليهم لأنهم انتسبوا لنبي في يوم من الأيام إكراما لهذا النبي فقط، كويس؟
وتأليفا لقلوب العلماء منهم، لأن عندهم أخبار رسول الله في كتبهم القديمة، فإذا عاشوا مع المسلمين ودوى الأذان في أذانهم عاما بعد عام ومرة بعد مرة مع مدارسة كتبهم ويعلمون بكتبهم أن هذا الدين هو الحق، قد يحدثوا أنفسهم أن يدخلوا في الإسلام. يبقى ربنا كان عامل حكمة كبيرة أن هم يعاشروا المسلمين مع دفع الجزية عشان عندهم خبر النبي، عشان أما يزن عليهم بأقوال المسلمين ومعاشرة المسلمين ويجي يفتح التوراة بتاعته والإنجيل بتاعه يلاقي صفات النبي هنا، يوم في يوم الأيام يغير رأيه كويس وأباح لنا الزواج بنسائهم علشان نكثر ذرية المسلمين، بدل ما هي تتجوز جورج وتجيب ذرية مسيحية هتتجوز محمد وتجيب ذرية مسلم، يبقى كده أحسن. ثانيا المسلم مش هيأذيها في نبيها لأنه هو مؤمن بنبيها، برضه لو مسلم اتجوز يهودية عمر ما هيسب سيدنا موسى، ولو مسلم اتجوز مسيحية عمر ما هيسب سيدنا عيسى. لكن تصور العكس، لو ربنا أباح للمرأة المسلمة أنها تتزوج رجل غير مسلم هيشتم لها سيدنا محمد كل يوم 3-4 مرات لأنه مش مؤمن بيه، فهيؤذيها بدينها ولا لا؟ لكن المسلم إذا تزوجت المسيحية أو اليهودية لا يؤذيها في دينه، لأنه يحترم كل الأنبياء ويجل كل الأنبياء. تيجي تقول له سيدنا عيسى يقول لها علي وعلى نبي الصلاة والسلام، يجله يحترم. إنما لو حصل العكس ما ينفعش. فهمت إزاي؟ وكذلك أنواع تكفير ثانية، كفر ثانية، خد بالك. وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش طائفة اسمها الكميلية، هم اسمهم الكاملية نسبة لأبي كامل. طائفة من الرافضة دول عملوا ايه؟ قالت سيدنا محمد، استغفر الله، هذا قولهم كفر. ليه يا جماعة؟ لأنه عهد بالخلافة لسيدنا علي من بعده وعلم أنه لن يطلبها فكفر بذلك. ثم بعد ذلك سيدنا علي كفر لأنه عهد إليه بالخلافة فلم يطلبها. ثم بعد ذلك بقية الصحابة كفروا لأنهم لم يعينوا سيدنا علي لأخذ الخلافة فكفروا كل الطائفة دي الكميلية. شفت المصايب بتاعتهم؟ دول طبعا أنواع من الكفار، يعني كفر ده كفر معتبر، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تقدم عليا، وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسره، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفر على زعمه. احنا القرآن جالنا عن طريق مين؟ عن طريق الصحابة. طب لما يكفروا الصحابة يبقى انقطع القرآن، لأن الكافر ليس عدل في نقل الخبر، يبقى القرآن ما وصلناش، يبقى القرآن اللي فيتنا ده مش قرآن. ليه؟ لأن اللي نقلوه كفار، يبقى ابطلوا كل حاجة. فهمت؟ إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. الإمام مالك عنده رأي، قال إيه؟ قال إن من كفر الصحابة يقتل. قالوا له ليه يقتل يا إمام؟ لأن الصحابة مش أنبياء. قال لأنهم يبطلوا العمل بالقرآن، لأنه يصير ناقل القرآن كفار. فهمت إزاي؟ يبقى طعنوا في عدالة ناقل القرآن. فده رأي الإمام مالك. رأي الإمام مالك ورأي بقية المذاهب لو كفروهم على الإطلاق، لكن لو كفر واحد او اثنين منهم يبقى مبتدع بس. فهمت ازاي؟ ثم كفروا من وجه اخر بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم انه عهد الى علي رضي الله عنه وهو يعلم انه يكفر بعده، على قولهم لعنة الله عليهم وصلى الله على رسوله وآله. كده خلصنا انواع الكفر من الاقوال ولا تنتهي، دي امثلة، انما انواع الكفر لا تنتهي. فهمت ازاي؟ كل شوية تطلع لك الوان جديدة من الكفر، ما تقلقش،
لكن انت تعرف الحق وتلتزم به. هنيجي بعد كده الى الافعال بقى، الافعال اللي هي افعال الكفر. وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدر الا من كافر، وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي الى الكنائس، يعني وقت عبادتهم لا مطلقا، والبيع مع اهلها، والتزي بزيهم من شد الزنانير اللي هي ايه، شد الحزام اللي بيشدوه النصارى على وسطهم كده، اللي بيلبسوه الشمامس وليهم حلقه كده معينه يحلقوا النص راسهم ده ويلبسوا طاقيه معينه كده، فيعمل زيهم، يلبس لبسهم ويحل راسه زيهم. وفحص الرؤوس، فقد اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من كافر، وان هذه الافعال علامه على الكفر وان صرح فاعلها بالاسلام. ونسمع الاذان ونصلي السنه ونصلي الفريضه ونقعد بس نصف ساعه نكمل ايه بعض انواع الكفر علشان نتجنبه. ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. الجمعه القادم بعد دعوه عامه وهتبقى لمه. ولازم نفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وسيدنا رسول الله رحمه العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل ما بدأناه هذا اليوم في أنواع الكفر. الكفر أنواعه كثيرة، ولكن باختصار لو أنت مستعجل عايز تسمع كلمة وتروح، كل ما خالف دين الإسلام كفر. خلاص اسمع الكلمة دي وروح، وهكمل أنا الدرس بعد كده لإحكام الجامع. لكن الكلمة دي مهمة تفهمها، كل ما خالف دين الإسلام كفر. فما تجليش بقى تتمحك وتقول لي المسيحيين كفار ولا لا، طب اليهود كفار ولا لا، دي اسمها تمحيك. كل ما خالف دين الإسلام كفر، كويس. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خلاصة الفصل ده اللي احنا هنقعد نشرح فيه حوالي 6 ساعات على 3 أسابيع الكلمة دي. الكفر هو كل ما خالف دين الإسلام. يعني الواد حنة ده كافر؟ حنة كافر. يعني بابا شنودك كافر؟ أنا مالي، هو اللي اختار الكفر. طب اسأله كده، أنت مؤمن بسيدنا محمد ولا كافر؟ يقول لك لا كافر. صح ولا لا؟ اعترف بنفسه. قول له أنت مسلم ولا مش مسلم؟ يقول لك لا، هو في كل مكان. وأمريكا مسيحية، وإن كان مسيحية أمريكا كافرة بالنسبة لمسيحية شنودة، لأن البروتوس غير الأرثوذكس غير الكاثوليك، بيكفروا بعضهم بعض. خد بالك. فافهم افهم، كل ما خالف دين الإسلام كفر. ما تجيش بقى تقول لي مش عارف هو المسيحيين دول الطيبين دول الغلابة دول الحلوين دول اللي بيضحكوا لي كل شوية دول كفار؟ كفار. مش كفروا بسيدنا محمد يا ابني؟ كفروا بسيدنا محمد. هي دي قليلة؟ ده الحد الفاصل بين المؤمن والكافر ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. لو قال اشهد ان لا اله الا الله وسكت وما كملش كافر برضه، لا تقبل. خد بالك. فهنتكلم على نوع ثاني من انواع الكفر ايضا. بيدرسوه في كل حته. كفار، هم كفار، هم كفار. فبيقول لك وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدر الا من كافر، وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي الى الكنائس والبيع. البيع اللي هي دور عباده اليهود، يعني في المناسبات، في مناسبات الاحتفالات يروحوا المسلمين ايه يباركوا لهم في الكنيسه. ان لم يكن كفر فهو كبيره من الكبائر. احنا نعذر شيخ الازهر اللي بيروح لانه السياسه بتحكم عليه كده، لكن انت ما تروحش، انت من عوام المسلمين تروح تعمل ايه؟ يقول لك اصل واحد صاحبي مسيحي هيتجوز في الكنيسه فعزمني في الكاتدرائيه. تروح انت بتاع ايه؟ يبقى زوره في بيته لما يتجنز، انما ما تروحش الكنيسه. تروح الكنيسه بتاع ايه؟
تاخد بالك من الحاجات دي. اذا كان شيخ الازهر بيعملها فهو معذور احيانا من اجل السياسه، لانه يمثل منصب سياسي في وقت المسلمين بيمروا فيه محنه، فهو مضطر انه يظهر يعني المسلمين يعني بيعيشوا، واحنا مش عايزين نثبت وجود المسيحيين في مصر الى يومنا هذا منذ قرون عديده دليل سماحه الاسلام. لولا سماحه الاسلام كانوا اتذبحوا من زمان وكانوا اتطردوا من زمان. كونهم عايشين معانا لحد دلوقتي وجيراننا وبيعيشوا وبيتعلموا في مدارسنا وبيتوظفوا وبعض رؤسائنا مسيحيين، ده اكبر دليل على سماحه الاسلام. دور انت في بلاد غير المسلمين كده، شوف غير المسلمين بيجرى لهم ايه في بلاد غير المسلمين. الاندلس لما دخلها المسيحيه وصارت اسبانيا ما بقاش فيها مسلم واحد، وجعلوا مساجدها متاحف. طيب الاسلام دخل مصر، كنائس مصر فضلت زي ما هي كنائس، مسيحيين مصر فضلوا زي ما هم مسيحيين. شوف السماحه 100 سنه، لا مش 100 سنه، 1420 سنه. اكبر دليل على سماحه الاسلام وجود المسيحيين الى يومنا هذا. فاحنا مش محتاجين اننا نبين ولا نتكلم، تاريخنا واضح وتاريخ المسلمين واضح، تاريخ ابيض ناصع. لكن على اي حال لازم تعرف ان وجودهم برضو معانا حاجه، وانهم كفار حاجه ثانيه، هم كفار برضو، لكن احنا بنقبل وجودهم معانا وجود سياسي لا يضر. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل جوار اليهود في المدينه وعمل معاهم معاهدات مع كون اليهود كفار ما يضرش. فالسياسه بتحكم اشياء لكن الاعتقاد حاجه ثانيه. فكون في السياسه اننا نقبلهم ويبقى في بعض الاحكام خاصه بيهم مش معناه اننا قابلين اعتقادهم. خد بالك في فرق بين السياسه وفي فرق بين اعتقاد الدين نفسه والديانه. وعشان كده السعي الى الكنائس وقت عباداتهم يعني لا مطلقا. والبيع، البيع اللي هي ايه؟ اللي هي زي الكنيسه بس عند اليهود يسموها البيع، مع اهلها يعني يمشي مع المسيحيين وفي حد الزعف يمسك البتاع الاخضر بتاعهم ده وفرحان بيه ويلعب بيه ويمشي معاهم. كل ده غلط، ما تعملوش يا مسلم يا محترم، هتبقى مهزأ، ما يصحش. وبنشوف المسلمين بيعملوا كده للاسف. مع اهلها والتزي بزيهم من شد الزنانير، يعني حزام الوسط اللي بيشدوه ايه بعض الشمامسه، وفحص الرؤوس يعني يحلق ايه نص دماغه كده ويلبس الطاقيه بتاعتهم دي، ده اسمها فحص الرؤوس. يعني لما يعمل مسلم الحاجات دي نعتبره كافر على طول. فقد اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من كافر، وان هذه الافعال علامه على الكفر وان صرح فاعلها بالاسلام. لو قال انا برضو مسلم وبيعمل كده برضو كده، شوف قد ايه. وكذلك اجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل او شرب الخمر او الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه، كاصحاب الاباحه من القرامطه وبعض غلاة المتصوفه. بعض غلاة المتصوفه يقول لك اصل انا اترفع عني التكليف. اترفع عنك التكليف بقى يا روح امك، ما هو لازم تشتمه بقى، ما هو انت مضطر تشتمه، ما يجراش حاجه. سيدنا ابو بكر كان بيشتم الايه؟ المشركين، ما يضرش. ما هو لازم الواحد يعني يستعمل صفاقه لسانه على الكفار، ويستعمل ادب لسانه وحلاوته على المسلمين، انما احنا الوقت بقينا نستعمل الصفاقه على المسلمين ونمشي مع الكفار نتحايل عليهم ونطبطب عليهم، ما يصحش. فيجي يقول لك، يقول لك ايه؟ يقول لك اصل انا اترفع عني التكليف. يعني ايه اترفع عنك التكليف؟ الصلاه ورا الصلاه ما تصليش ليه؟ وتلاقيه يشرب خمره. يقول لك اصل انا عبدت ربنا 50 سنه وبعدين رفع عني التكليف. وصلت، وطالما وصلت يبقى رفع. ده كافر، اللي يقول كده كافر. خد بالك، حتى ولو كان حاوي، يعني بيمشي على الهوا بيعمل ايده كده في الهوا يجيب لك فرخه تكاكي، ما يضرش برضه كافر. فهمت ازاي؟ تاخد بالك من الحاجات دي، لحسن الشباب متصور ان اي واحد يعمل حاجه خارقه للعاده كده ويقول اي كلام يبقى خلاص من الله. زي ما انت شفت اهو الراجل اللي قابضين عليه اللي كان في شبرا بيدعي النبوه، ولا قالوا ناس اتباع يقول لك اصله بيشفي الامراض وبيعمل مش عارف ايه. ما ينفعش والله. لو عمل ايه؟ لو قال للشمس تطفي كده كده اهو زي ما طفت انت شمعة عيد الميلاد واتطفت، والله ما صدق، كافر برضه.
ما هيجي لك المسيح الدجال يوم قرب القيامه هيعمل ايه؟ المسيح الدجال يوم قرب القيامه هيروح ماسك واحد دبه بسيفه ويقول له قوم يقوم، ويشاور للسماء تمطر تمطر، ويشاور للارض تنبت تنبت، ويقول للناس انا ربكم. ايه رايك بقى دي؟ واللي هيعبده ويقول له اه انت يبقى كفر. لازم تبقى عارف الحق. الحكايه مش حكايه شويه حاجات خوارق للعاده وخلاص، لا، تبقى عارف ايه هو الحق، تاخد بالك من الحاجات دي. فواحد ما زناش ابدا، عمره ما زنى، لكن قال لك الزنا حلال، كافر. واحد تاني بيزني كل يوم لكن عارف ان الزنا حرام، مسلم عاصي، فاعل كبيره، فاسق لكن مش كافر. فهمت ازاي؟ يعني فعل المعصيه مع علمك انها معصيه فسق لكن مش كفر. انما حتى لو لم تفعل المعصيه واستحلتها وقلت دي حلال، فهمت ازاي؟ هو ده الكفر، لانك انت انكرت ما علم من الدين بالضروره. واحد عمره ما شرب الخمر لكن قال ده شرب الخمر ده حلال، ايه اللي حرمه؟ حاجه بصفر. هو ربنا عايز ينكد علينا يعني؟ بنسمع ناس تقول كده. يعني حاجة بتبسطنا، ليه ربنا يمنحها؟ يعني هو عايز ينكد علينا؟ أكيد هي حلال، بس هو بيقول كده للناس علشان بس ما تمشيش تطوع في الشوارع. طب أنت مش من الناس؟ لا أصل أنا فاهم بقى. فهمت بقى الحكاية دي؟ كل الكلام ده تخاريف شوية علم فتقة وكفر، قاعدين يلعبوا بالألفاظ، فتاخد بالك منها. فكل من استحل ما علم من الدين بالضرورة على تحريمه، أو حرم ما علم من الدين بالضرورة على جوازه، كأن يحرم الزواج مثلا. يقول لك الزواج الشرعي ده إيه التقييد ده؟ ده ملوش لازمة خالص. ده أنت تعيش كده تبهلل. ما ينفعش. فهمت؟ كيف؟ يقول لك طيب ما احنا ممكن بدل ما نصلي مثلا خمس مرات ما نصلي مرتين. زي بعض طوائف الشيعة بيصلوا الصبح وبالليل بس. مرتين بس. طوائف الشيعة كفروا برضه. لأن أنكروا ما أجمعت عليه الأمة. فأنواع الكفر أنواع كثيرة، لكن عشان ما تتعبش مخك، كل ما خالف دين الإسلام كفر. ورايح مخك. فأي فكرة تتقال أو أي قول يقال اعرضه على دين الإسلام. إن وجدته صحيح في الإسلام يبقى صحيح. إن وجدته لا يوافق عليه الإسلام اعرف إنه كفر. فهمت إزاي؟ على طول بقى، وطول ما أنت ماشي، أي حاجة تطلع جديدة كده. خدها وروح لعلماء الدين. قول لهم ايه رايكم يا علماء الدين؟ لو قالوا لك توافق الدين خلاص ما يجراش حاجه، قالوا لك تخالف الدين اعرف انها نوع من انواع الكفر، ظهر جديد، موضه جديده. وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وانكر قاعده من قواعد الشرع، يعني القواعد الشرعيه ما بني على الدين، ما بني عليه الدين. وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه. اللي يقول كده كافر، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد. واحد يقول لك أصل أخبار إن الصلاة خمس فرائض وكل فرض عدد معين من الركعات بالطريقة دي في الأوقات دي، ما جاش في القرآن. ده كلها أخبار أحد عن النبي، وخبر الأحد مظنون الدلالة، ظني الدلالة، ظني الثبوت، قد يرد فيه الكذب، فأنا ماليش دعوة. طالما ما جاش في القرآن على هذا التفصيل ماليش كاف. لأن هنا مش بيكذب خبر الواحد، ده بيكذب إجماع الأمة على مر العصور. والأمة لا تجتمع على ضلالة. لأن الناس صلت كما رأت النبي يصلي. وتعلمنا الصلاة جيلا عن جيل. مش اتعلمناها بأخبار الآحاد، ده احنا اتعلمناها جيلا عن جيل، زي ما اتعلمنا القرآن جيل عن جيل. فاللي يجي يقول لي أصل الصلاة ما وصلتليش إلا من أخبار آحاد، والخبر الآحاد ظني الدلالة، ظني الثبوت، قد يتطرق إليه الكذب، فأنا ماليش دعوة بالحاجات دي، كل دي لمضة فارغة. وتؤدي الى الكفر وابطال الشرائع. واضح؟ كذلك اللي ينكره برضه كده، لانه بالاجماع. حتى لو كان الكلام ده
الإجماع، الإجماع في حد ذاته دليل. إيه هي أدلة الشرائع الشريعة الإسلامية أدلتها؟ بتستقي أدلتها منين؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد، مش كده؟ وبعدين في بعض بقى إيه أصول أخرى مش متفق عليها كل المذاهب، زي المصالح المرسلة عند المالكية مثلا يعتبروها أنها من ضمن الأدلة، فيبقى الكتاب والسنة والإجماع. فاللي ينكر الإجماع، الإجماع لا يكون إجماعا إلا بناء على الكتاب والسنة على فكرة، فاللي بينكر الإجماع كأنه أنكر إيه؟ الكتاب والسنة. زي الرجل اللي هو بتاع الجيش اللي كان بيكتب عنه صلاح منتصر من فترة، عايز يخلي الحج في الأشهر الحج كلها، بحيث نقسم الناس بدل ما يروحوا 2-3 مليون مرة واحدة يقفوا في عرفات في يوم واحد، يوم 9 ذو الحجة، ما ربنا بيقول الحج أشهر معلومات، فعندنا إحنا 3 شهور، ليه نضيق على نفسنا؟ ما نخلي فيه عرفات واقفة في شهر ذو الحجة، ووقفة في شهر ذو القعدة، ووقفة تانية في شهر شوال، ونقسم الموسم على 3، إيه المشكلة؟ أهو ده كان راجل لواء بيكتب عليه صلاح منتصر، وصلاح منتصر المشكلة اللي بيكتبها بيقول لك عايزين نعرضها على علماء الدين ونشوف رأيهم إيه. يعني مش معترض مبدئيا، يعني الراجل بيعتبرها حاجة قابلة للمناقشة. حاجات مصايب 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 بتتم، عايز تقول إيه بس؟ ها؟ ربنا ينجينا ربنا ينجينا. لا ما لناش دعوه، انا ما بنكفرش حد، انا بقول لك ايه هو الكفر، انا ما بكفرش حد باسم، انت بقى تتجنبه، ولما تلاقي واحد يتلفظه تجنب هذا الانسان، يكفي كده انك انت تعرف ان الراجل ده دماغه ده ملعوب فيها، ماليش دعوه بقى، يمكن يتوب قبل ما يقابل ربه، يمكن بيقول الكلام ده على سبيل بيجس نبض اللي قدامه بيمتحنه، لكن هو مش معتقده، ما هو كل حاجة جايزة بقى، ما انت متعرفش، ما عرفش الحكاية ايه. بس عشان نكفره لازم نجيبه ونقعده ونستتيبه ونقعد مع علماء ويفضلوا يسألوا وينقبوا عن ايه، عن جواه ايه، فهمت ازاي؟ كفر. لكن هل الانسان اللي عمل كده يبقى كافر ام لا؟ بقى عايز بقى استتابة، تاخد الانسان ده وتقعده مع علماء يقعد يشوف، واحد مثلا يقول لك الخمرة حلال، ياخدوا علماء الاسلام، تقصد ايه بالخمره يا ابني؟ يقول لك الخمره دي يعني القهوه، ما هو القهوه اسم من اسماء الخمره، يطلع راجل مخه ضارب بقى، يقولوا له لا ده احنا الخمره اللي احنا نوصل عليها الحرام دي فعلا القهوه حلال، فلو قال الخمره حلال يقصد بيها القهوه يبقى ما كفرش، فهمت ازاي؟ يقعدوا العلماء يقولوا لا بس انت بقى مرجوك ما تقولش عليها خمره بقى، قول عليها قهوه، لان الخمرة عندنا احنا اللي بيغيب فيها العقل، وكل ايه ما غاب العقل ما غيب العقل ويبقى مسكر نسميه احنا عندنا خمرة، واللي بيحلل الخمرة ده نكفره على طول ونقتله، اوعى تقول الكلمة دي تاني، يقول له حرام فانا كان قصدي القهوة بس، فهمت ازاي؟ يبقى لازم ايه يستتيبوه، يعني اي واحد، يعني صلاح منتصر لما عرض هذا الامر والراجل اللي هو ده عرض هذا الامر في الحج، المفروض لجنة من العلماء تروح واخدهم الاثنين ومقعدهم عندهم 3-4 ايام يحجزوهم حج، مش شرط حجز يعني يقعدوهم قعده مهينه، لا ممكن يبقى يقعدوهم في فندق هيلتون ما يدورش في احسن حته ما يجراش حاجه، ويقعدوا معاهم كل يوم 3-4 ساعات، فهمت ازاي؟ يقعدوا يناقشوهم ويعرفوا لحد ما ايه يغيروا اللي في مخهم او يستمروا على ما هم عليه، اذا استمروا بعد بيان يقولوا عليهم كفار قيموا عليهم حد الرد، فهمت ازاي؟ اذا تابوا تابوا خلاص، ادي المساله. فمش كل واحد يتلفظ انت تقول له تعالى يا كافر، لا انت تقول للروح تروح للقاضي، تروح للقاضي تقول له انا والله سمعته بيقول كذا، يروح القاضي قابض عليه، فهمت ازاي؟ يقول له تقصد ايه بكذا اللي بتقوله؟ يقول ده انا اقصد كذا وكذا، يقول له لا كده ما تعملش كده تاني، يديله على قفاه قلمين ويمشي، فهمت ازاي؟ وخلاص. وكذلك اجمع على تكثير من قال من الخوارج ان الصلاه طرفي النهار، وعلى تكثير الباطنية في قولهم إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم. يعني بعض الرافضة والشيعة يقول لك كل الطيبات اللي في القرآن هو سيدنا علي وأولاده، أحل لكم الطيبات يعني سيدنا علي وأولاده، وحرم عليكم الخبائث يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ومن إيه ومن بايعوه، فهمت إزاي؟ ده كلام يرضي ربنا، اللي يقول كده في القرآن يبقى كافر برضه،
لأنه قال بغير معناه. فهمت؟ وقول بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم، اللي هو يقول لك رفع عن التكليف، كل ده كفر، ما فيش حاجة اسمها رفع التكليف إلا إذا اترفع عقله، يعني اتجنن. لو اتجنن بس يرفع عنه التكليف في الدنيا، يعيش مجنون بقى ما يجراش حاجة، واخد بالك؟ يبقى برضه ممكن يبقى والي مجذوب، جات له جذبة كده، شاف الملائكة ما استحملش فاتجنن ومشي بقى في الشارع وقعد على الرصيف بتاع السيدة زينب وقلع هدومه والناس داخلة ايه تدفع عليه وداخل يشنكل الناس وقاعد بقى مجذوب ما يجراش، ما هو مش عاقل خلاص، يسمع الأذان ولا ما يصليش ما يجراش، مجنون. يبقى ده رفع عنه التكليف ما يدورش، لأنه رفع عنه العقل، فالعقل بناة التكليف. لكن طول ما أنت فيك عقل وفيك روح لا يرفع التكليف. واضح؟ اللي يقول غير كده يبقى كافر. وكذلك إن أنكر منكر مكة أو البيت اللي هو الكعبة يعني أو المسجد الحرام أو صفة الحج أو الراجل إيه؟ الراجل اللواء ده ما حصلش صول والله، لواء تقيل. أو قال الحج واجب في القرآن واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة وأن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام لا أدري هل هي تلك أو غيرها، ولعل الناقلين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه التفاسير غلطوا ووهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره. يعني يقول لك آه والله ربنا بيقول إيه؟ إننا نستقبل القبلة وكل حاجة، لكن إيه عرفنا إن القبلة اللي ربنا قال لي استقبلها في القرآن هي دي الكعبة؟ ده يمكن حاجة تانية، ويمكن الناس اللي قالوا لنا هي دي الكعبة وهموا وبيكذبوا عليا وبيضحكوا عليا، إيه عرفنا؟ شفت الكذب؟ كل العالم دي أقوال كفار قالوها على مر العصور وترد عليهم لأن خالفوا الإجماع. فهذا ومثله لا مرية في تكفيره إن كان ممن يظن به علم ذلك. يكفر إمتى؟ لو كان عايش مع المسلمين وعنده علم بهذا، إنما واحد لسه حديث عهد بالإسلام ما يعيش مع المسلمين كتير، نعرفه بقى نقول فهمت إزاي؟ إن كان ممن يظن به علم ذلك وممن خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فيقال له سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين، فلا تجد بينهم خلافا كافة عن كافة إلى معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كما قيل لك، وأن تلك البقعة هي مكة والبيت الذي فيها هو الكعبة والقبلة التي صلى لها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحجوا إليها وطافوا بها، وأن تلك الأفعال هي صفات عبادة الحج والمراد به، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وإن صفات الصلوات المذكورة هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك وأبان حدودها، فيقع لك العلم كما وقع لهم ولا ترتاب بذلك بعد، والمرتاب في ذلك والمنكر بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق، ولا يعذر بقوله لا أدري ولا يصدق فيه، بل ظاهره التستر عن التكذيب إذ لا يمكن أنه لا يدري، وأيضا فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك وأجمعوا أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتفسير مراد الله به أدخل الاسترابة في جميع الشريعة إذ هم الناقلون لها وللقرآن، وانحلت عرى الدين كرة، ومن قال هذا كافر. وحناخد نوع ثاني من الكفر. وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه، شوف حرف واحد من القرآن، يا إما ينكره كله أو ده برضو دليل على كفر النصارى اللي انت لحد دلوقتي مش عارف كفار ليه، أنكروا القرآن يا عم، كفروا سيدنا رسول الله وقالوا القرآن ده تأليف. عايز ايه بقى؟ ده احنا بنقول يا مسلم لو انكر حرفا من القرآن كفر، فما بالك اللي ينكر القرآن كله. بعض المسيحيين حافظين من القرآن ايات كثيرة
لكن حافظ هذه الآيات لا على كونها من الله، ولكن على أنها من كلام رسول الله تأليفه. فهمت ازاي؟ مش على أنها من الله، فبرضه كافر حتى لو حفظ القرآن كله. فهمت ازاي؟ وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية. في بعض الشيعة عندهم قرآن قد القرآن اللي معاك ده تاني، حافظينه عندهم وكاتبينه، وصور مكتوبة زي الصورة اللي انت بتكتبها كده، نفس النمط، يكتب لك الصورة وآيات وأرقام وترقيم قد القرآن اللي عندك ده، ويقول لك ان ده كان قرآن تاني بس ايه سيدنا علي احتفظ بيه ليهم غير القرآن اللي للناس. يبقى زوده يعني اعترف بالقرآن اللي بين ايدينا، بس يقول لك ايه في قرآن تاني ازيد. فهمت ازاي؟ وانا شفت بعض النسخ على فكرة، بعض شفت بعض النسخ معاهم في موسم الحج. او زاد فيه كفعل الباطنية والاسماعيلية او زعم انه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ان القرآن ده ليس حجة للنبي، يعني ليس علامة على نبوته، او ليس فيه حجة ولا معجزة، او يقول لك ان القرآن ده ما فيش حجة ولا معجزة اصلا. ربنا بيقول اولم يكفهم ان انزلنا عليك القرآن يتلى عليه ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يبقى ربنا قال ان اللي بيطلب آية ومعجزة كفاية عليه القرآن معجزة. فيجي واحد يقول لك لا انا مش شايف ان القرآن ده معجزة ولا حب ولا دليل. الله، زي ما عمل هشام الفوطي ومعمر الصيماري قالوا كده زمان، قال لك ان ده ليه؟ لان قالوا لانه لا يدل على الله امعانا في نفي الكلام عن الله من المعتزلة، لأن المعتزل قالوا إن الله ليس له كلام، لأن الكلام حادث بحرف وصوت ومقاطع، وهذا كله حادث، والحادث لا يقوم في القديم هو الله، فأنكروا الكلام على الله، وأنكروا الكلام النفسي. فهمت إزاي؟ فالكلام النفسي لا بمقاطع ولا بحروف، أنت مش ممكن تكلم نفسك من جواك؟ صح ولا لأ؟ هل لما بتكلم نفسك جواك بيبقى في مقاطع وحروف وحاجات من دي؟ فأهل السنة قالوا لهم إيه المشكلة؟ أنت بتنكر القرآن على إنه كلام الله لأن الكلام حارف بحروف ومقاطع، طب ما في كلام نفسي مخلوق فيك أنت نفسك بلا مقاطع ولا حروف. إيه المشكلة إن ربنا يبقى سبحانه وتعالى متكلم بكلام بغير مقاطع ولا حروف ويبقى ده من كلام الله؟ إيه المشكلة؟ أهل السنة ردوا عليهم. قالوا لهم لا ما نعرفش هذا الكلام، أنكروه. وماتوا وراحوا في داهية وخلصنا منه. لحسن يطلع علينا واحد في اليومين دول يقول لنا الكلمتين دول فتاخد بالك. قالوا انه لا يدل على الله ولا حجة فيه لرسوله ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم ولا محالة في كفرهما بذلك القول، اللي هو الصيماري والفوطي. وكذلك نكفرهما بانكارهما ان يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة له، او في خلق السماوات والارض دليل على الله لمخالفتهم الاجماع والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باحتجاجه بهذا كله وتصريح القران به. اللي يقول لك ان خلق السماوات والارض ده لا يدل على وجود الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ يعني ربنا جعل هذه الاشياء دليله على الخالق، فيجي هو يكذب ويقول لك لا ما فيهاش دليل، يبقى بيكذب بالقران. فهمت ازاي؟ وكذلك من انكر شيئا مما نص فيه القران بعد علمه انه من القران الذي في ايدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب عهد بالاسلام. تيجي مثلا واحد عمره يعني دخل في الاسلام جديد، تقوم تقول له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل، يقول لك ايه الفيل ده؟ تقول له ده بالقران، يقول لك ايه القران اللي بيقول فيل ده؟ تقول له معلش تعالى ما هو لسه جديد، لسه داخل في الاسلام جديد، تعلمه وتفتح له المصحف
وتحكي له قصة الفيل اللي كان هيهدم الكعبة وكيف ان ربنا حمى البيت، وان الله سبحانه وتعالى جعل هذه آية على مر العصور حماية للبيت وحماية لمقدساته واكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه بعث ولد في عام الفيل فحافظ على البيت حتى يولد النبي ويبلغ رسالات ربه. ثم بعد ذلك يوم قرب القيامة هيهدم هذه الكعبة ولا يبقى على الارض الا كافر. تبتدي تعرفه يقوم يقول لك يا سلام ما شاء الله خلاص يبقى ما كفرش. انما واحد طول عمره عارف ان السوره دي في القران ويجي لك فجاه كده يقول لك لا، زي الاستاذ اللي كان معانا في كليه الطب، كان استاذنا يعني استاذنا في الطب لكن مش في الديانه لانه ما كانش اهل ديانه، كان رئيس وحده البارازيتولوجي، يقول لك انا البارازيتولوجي علم الطفيليات سنه كام؟ سنه 73 لحد سنة 75 كان موجود هو على رأسه. فبيقول ايه؟ يقول لك انت بتصدق ان في نملة بتتكلم؟ وقالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، بتتريع على القرآن. انت بتصدق ان في نملة بتتكلم؟ او ده كافر، لان ده عايش في بلاد المسلمين، اتربى طول عمره في وسط المسلمين، وقرا القرآن وسمعه وبيتريع عليه. صح ولا لا؟ يبقى كافر ولا مش كافر؟ طب اللي يتكفر التوراة او الانجيل او التابوت برضه كفر، بس يقول اللي ينكرها لا، لكن اللي يقول ان اللي موجوده الان محرفه مش كافر. لا اتحرفت الموجوده الان محرفه، احنا بنقول كده الموجوده الان محرفه. عادي، انما واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها توراه ولا انجيل اصلا، وربنا بيقول انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس، يجي يقول لك ما فيش حاجه اسمها توراة، ايه مكان؟ لانه ايه كذب القران، فهمت؟ اذا كان جاهلا او قريب عهد بالاسلام معلش، واحتج لانكاره اما بانه لم يصح النقل عنده ولا بلغه العلم به او لتجويز الوهم على ناقله فنكفره بالطريقين المتقدمين، لانه مكذب للقران مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه تستر بدعواه. وكذلك واحد بقى اسلم وامن وحاجه جميله قوي ومعانا في كل حاجه، تيجي نقول كل حاجه يقول لك مصدق، ويجي في الاخر يقول لك بس ما فيش جنه ولا نار. الله، تربس في الحته دي بقى، يعني مؤمن بكل حاجه الا ان في جنه ونار. وكذلك من انكر الجنه او النار او البعث او الحساب او القيامه فهو كافر باجماع للنص عليه واجماع الامه على صحه نقله متواترا. وكذلك من اعترف بذلك، زي بعض الفلاسفه اعترفوا بان في جنه ونار وبعث وكل حاجه وقيامه وكل حاجه، ريحوه، بس جم في الاخر قالوا لك كلمه كفرته، قال لك بس كل الحاجات دي روحانيه وليست جسمانيه. يعني قال لك الجنه النعيم فيها روحاني وليس جسماني، والنار العذاب فيها روحاني وليس جسماني، والبعث بعث روحاني وليس جسماني، والقيامة قيامة أرواح وليست قيامة أجساد. كفار برضه، شوف قد إيه. وكذلك زي غيرهم كفار كتير. وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وأنها لذات روحانية ومعان باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض وانتقاد هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة. وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، قالوا كده. ونقف إن شاء الله الخميس القادم على بعض النقاط المستثناة في أشياء متواترة لكن إنكارها مش كفر. هنيجي بقى في أشياء متواترة يعني معلومة يقينا، لكن لو جاء واحد أنكرها ما يعتبروش كافر. فهمت إزاي؟ زي إيه؟ أدي لك مثال علشان ما مخك ما يوديش. واحد يجي يقول لك ما فيش بلد اسمها واشنطن. ليه يا عم؟ يقول لك ما فيش بلد اسمها واشنطن. نقول له ده بتيجي في التلفزيون، يقول لك انا مالي، ما يمكن كل دي اوهام.
يعني ايه عرفه؟ فيش بلا اسمها واشنطن. اه ده ما يكفرش. فهمت ازاي؟ لان مش هينبني على انكار وجود واشنطن انكار شيء معلوم من الدين بالضروره. نقول له ما يجريش حاجه، ما فيش واشنطن، ما فيش، وانت هنصلي العشاء. غير الثاني اللي يقول لك ما فيش بلد اسمها مكه. لان مكه دي موضع الحج وقبله المسلمين، لما ينكرها ينكر امور متعلقه بالدين. يبقى اللي ينكر وجود مكه يكفر، اللي ينكر وجود واشنطن ما يكفرش. مع ان دي متواتره ودي متواتره، خدت بالك؟ فليس كل ما هو متواتر انكاره كفر. فاذا كان متواترا وانكاره يؤدي الى تكذيب امور معلومه في الدين بالضروره هو ده الكفر. واحد يقول لك ما فيش بلد اسمها كوالالمبور، انت تصدق في بلد اسمها كوالالمبور؟ فيش يا عم، ده انا لفيت العالم كله ما شفتهاش. ما يدورش، نقول له تعالى صلي سوا ما جراش حاجه، ما فيش كوالالمبور، ايه يعني؟ مش خسرانين حاجه. فهمت ازاي؟ انما واحد يقول لك ما فيش بلد اسمها المدينه المنوره. يعني المصيبه، يعني ما فيش رسول الله، ده رسول الله مدفون فيه. فلما ينكرها يروح في داهيه، فهمت ازاي؟ واحد ينكر بلد مثلا في المغرب الاندلس قرطبه، يقول لك مفيش بلد اسمها قرطبه. نقول له طب القرطبي ده صاحب تفسير القران ده اصلا منسوب لبلد، ده في قرطبه، ده ايه في قرطبي؟ صاحب التفسير يقول لا لا ما مش مصدق، ما يضرش. ما يضرش، لا هي قبله ولا هي موضع حج ولا موضع نبي ولا خلاص ما تفرقش، ما تفرقش. فالانواع دي ان شاء الله هنتناولها باذن الله يوم الخميس القادم عشان ننتهي من هذا الفصل باذن الله. في اي سؤال؟ اتفضل. المسلمين مش هيخشوا النار؟ لا، اللي يقول المسلمين مش هيخشوا النار صح، كلامه صح. يعني المعنى ايه؟ معنى ايه؟ كلامه قابل للتأويل الصحيح، يعني مش هيخشوا النار دخول خلود. بس يبقى كلامه صحيح اهو. هنقول له كلامك عايز تقييد بس عشان يبقى فاهم 100%. نقول له ان المسلمين اذا دخلوا النار لا يدخلون دخول خلود ولكن يدخلون دخول تطهير. كويس؟ بس ها؟ المنافقين انواع، في منافق عمل ومنافق اعتقاد. منافق العمل زي انت توعد صاحبك وما تروحلوش، يحفظ لك حاجه عندك وما تردهالوش، وانت راجل مسلم، يعني اذا اؤتمن اخاه اذا وعد اخلف واذا ايه واذا حدث كذب. كل دي اسمها ايه؟ نفاق عملي مش اعتقادي. فالنفاق العملي عقاب النار لكن لا يخلد في النار. فهمت ازاي؟ لا يخلد فيها، او هو في مشيئه الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه، يمكن يتوب. انما النفاق الاعتقادي هم دول اللي في الدرك الاسفل من النار. النفاق الاعتقادي اللي هو ايه؟ يظهر في وسط المسلمين انه مسلم وهو مكذب بدينهم، مكذب بنبيهم، مكذب بقرانهم، هو ده المنافق الاعتقادي. فهمت ازاي؟ يبقى النفاق نوعان، نفاق اعتقاد ده خالد في النار، ونفاق عملي ده يبقى في مشيئه الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.